بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 86 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. والمدينة اسم ايه؟ علم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل مدينة جاية من دانة، يعني طاعة، يعني أهل مكان أطاعوا نظام معين، فيسموا مدينة جاية من الطاعة والاجتماع على طاعة حكم معين. أو دانة يعني أقامة، تنفع الاثنين، يعني جاية من دانة أطاعة ولا دانة أقامة، تنفع الاثنين. فهم أقاموا في مكان وأطاعوا نظام ينظم حياته، فسميت مدينة، أصلها كده من لغة. يبقى أي مكان بقع يقيم فيها ناس ويطيعوا نظام معين ينظم علاقتهم ببعضهم البعض تسمى هذه البقع مدينة. أما المدينة بالألف واللام للعهد تطلق على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي مدينة تانية لازم تضيفها، تقول مدينة القاهرة، تقول مدينة طوكيو، مدينة تونس، مدينة الرياض، مدينة جدة، لازم تقول كده. لكن ما تقول المدينة وتسكت تبقى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الترغيب في سكن المدينة تبقى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على طول كده. يبقى الكلام على مدينة معهودة، الألف واللام للعهد. والصبر على لأوائها، لأن المدينة لا تخلو الإقامة فيها من شدة. في الأول، أول الأمر كانت الشدة فيها حمى، وكان فيها تمر بمراحل فقر شديد، جفاف ومجاعة وغير ذلك. وفي زمن نحن الوقت لأوائها إيه؟ المذهب الوهابي المسيطر عليه، أو ده من لأوائه، تروح هناك تحتك بهم، وأفكار كالأحجار وقلوب قاسية أشد من الحجارة. فلابد أن اللي يقيم هناك لا يتعرض لهم ولا يسمع لهم ويصبر على لأوائهم. فلأواء المدينة موجودة في كل عصر على فكرة، لكن على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ويشفع لمن يصبر على لأوائها ويقيم فيها محبة فيه وفي جواره صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث الثاني بعد 403، قال حدثنا حماد بن إسماعيل ابن علي قال حدثنا أبي اللي هو إسماعيل بن علي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. الريف الأماكن اللي فيها زراعة وفيها يعني طعام كثير، لأنه رجل كثير العيال، وأصابتهم في المدينة شدة، يعني قلة طعام وقلة مؤنة وغلاء أسعار. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لا خلوف ما نأمن عليهم. خلوف يعني غائبون عن الحي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال: والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت، أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال: لأمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فاجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها اللي هو جبليها، يعني المأزم اللي هو الجبل، ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. يعني بيطمنهم، هم خايفين أنهم سايبين أولادهم وأزواجهم وأموالهم هناك وقاعدين عسفان علشان بيجاهدوا مع النبي، فالنبي بيطمنهم يقول لهم المدينة بيحرسها الملائكة وإحنا غائبين عنها، اطمئنوا. والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه. والشعب الطريق اللي بين الجبلين، والنقب أيضا هو الطريق الذي بين الجبلين، بس لما يبقى طريق متسع يسمى شعب، لما يبقى طريق ضيق شوية يسمى نقب، لكن إيه المعنى واحد. إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها، يعني تعودوا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نخلف به أو يحلف به الشك من حماد. فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد. ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. يعني بيستدل على ان المدينة محروسة، ان المدينة كانوا غائبين عنها ولا يوجد من يحرسها من رجال، وعبد الله بن غطفان كانوا يريدون ان يغيروا على المدينة، وما يمنعهم انهم يغيروا وهم غائبون الا انهم ما اغاروا الا لما عادوا. فاستدلوا بهذا على ان المدينة محروسة، وما يهيجهم قبل ذلك شيء، يعني وما كانوش مشغولين بحاجة تمنعهم من الإغارة حال غيابهم. فهمت ازاي؟ ادي معنى ما يهيجهم ايه قبل ذلك من شيء، يعني قبل مجيئنا المدينة ما يشغلهم شيء، وبالرغم من ذلك ما أغاروا عليها إلا عندما عدنا. طب وفي غيابنا يحرسها الملائكة. ده بيستدل يعني على كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هم عايشوه، أخبر أن المدينة محروسة، فلما كانوا غائبين عن المدينة بلا حراسة لم يغير عليهم أحد، بالرغم من الذين أغاروا عليهم بعد عودتهم مباشرة، ولم يكن ما يشغلهم قبل عودتهم. وعن أبي قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة. الحرة دي كان سنة 63 هجرية لما هاجم عليها
أبو مسلم الذي أرسله يزيد بن معاوية حتى يعني يهجم على أهل المدينة الذين رفضوا بيعته، فاستحل حرمتها. وفي الأول حاصرها مدة، ثم بعد ذلك هجم عليها واستحل حرمتها، حتى أن الصلاة منعت في مسجد النبي 3 أيام بسبب هذا، وقتل فيها آلاف مؤلفة، وانتهكت حرمات المدينة حتى أنهم اغتصبوا بعض نساء المدينة، فنسأل الله السلامة. وقد أذل الله أبو مسلم، هذا مات عند عودته، في طريقه لعودته مات بلا سبب، إلا أن الله أذبه كما يذوب الرصاص أو الحديد. ويزيد بن معاوية مات في مكانه هناك الذي أرسله. أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله. وكلمة ويحك دي بتتقال عند التوجع لأمر ما، يعني ما يكون عنده شفقة بواحد، أو عارف زي المصريين ما يقولوا يا عيني يا ضنايا، حاجة كده يعني زي المعنى ده، لما يكون واحد مثلا بيتوجع من أجل إنسان آخر، يقول له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، يعني إذا مات على الإسلام يعني. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة، واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر: يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. يعني لأن صيد المدينة حرام، فكان الطير يبقى في إيده ممكن يمسكه ويصطاده، يوم حتى لو مسكه يسيبه لأنها صارت حرما يحرم صيدها. وقال أبو بكر: يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. يعني أبو سعيد الخدري كان لما يجد واحد ماسك طير من طيور المدينة مصطادا له كان يفكه من يده، أدي معنى الكلام. ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر: يجد، ما كان يأخذ يعني، أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. اللي بيفكه مين؟ أبو سعيد، لما يجد أي واحد بيصطاد طير من طيور المدينة يفكه من يده لأنها صارت حرما. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. أهوى يعني أشار كده إنها حرم آمن صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، وبيئة يعني فيها وباء حمى مرض، لما يبقى مرض مستكن في مكان معين يبقى هذا المكان يسمى وبيئة.
قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة، اللي هو الوباء اللي فيها، يعني حوله إلى الجحفة. الجحفة اللي هي ايه؟ اللي اختفت دلوقتي، اللي يسموها رابغ. مدينة كانت على ساحل البحر بجوار جدة واكلها البحر فاختفت، اللي هي رابغ، اللي هي ميقات اهل مصر الجحفة. ودلوقتي تقريبا لا وجود لها لان البحر اكلها بمرور الوقت. وعن أبي قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومن ضمن لأوائها شدة بردها في أيام البرد وشدة حرها في أيام الحرب. أيضا المدينة ما كانش فيها تكييف، قعدت سنين طويلة الناس ما عندهمش لا مراوح ولا تكييف، وهي شديدة الحرب وشديدة البرد، وممكن يجتمع عليها البرد والحر في يوم واحد، تبقى شديدة البرد عند الفجر وشديدة الحر مع طلوع مع الظهر والعصر. فتقلبات الجو فيها أيضا شديدة، مش كل إنسان يتحمل الإقامة الوقت. ربنا يستر عليهم المعايش بقى بالتكييفات والحاجات دي كلها، لكن برضه امتحنهم بالفكر الوهابي، فده امتحان كبير. يعني ربنا يعينهم ويقويهم ويصبرهم ويحررها من هذا الفكر يا رب العالمين، ببركة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة. الفتنة اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الحجاج بن يوسف والزبير بن وسيدنا عبد الله بن الزبير، اللي هي كان عاصرها مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر. او يمكن الفتنه بتاعت ايه؟ سيدنا علي، لما خرج سيدنا علي ايه الى الكوفه وخرجت عليه ايه كثير من الايه من اهل الشام والخوارج وغير ذلك، لان سيدنا عبد الله بن عمر لم يخرج من المدينه مع سيدنا علي ولا مع معاويه، قعد في المدينه، لم يشارك في ايه في الخلاف اللي حصل بين الصحابه في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب. أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، يا لكعة، يعني يا غبية، يا مثلا، اما يبقى انسان شتيمه. احنا لحد دلوقتي المصريين اما يشتموا واحد يقولوا يا لكع، لكع يعني يتباطا عن فعل ما يفيده، يعني دليل ان هو عنده سفاهه وعنده كسل، يعني هي شتمه او عنده غباوه، ما يعرفش مصلحته فين. تتقال الكلمه دي لما تبقى تلاقي انسان كده غبي مش مقبل على مصلحتك، فتقول له يا لكع. فقال لها كده: يا لكاع، عشان تعرف ان المصريين بيشتموا بالفصحى. فقال لها ايه عبد الله؟ اقعدي لكاع. امراه يقال لها لكاع، طب والرجل لكع؟ الرجل يقال له لكع بضم اللام، والمراه لكاع. اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. يعني كانوا يقول لها: عدي يا غبية، أنت مش فاهمة حاجة، عدي عدي. هي بقى عايزة تمشي بسبب الشدة.
وعن أبي قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيد. لأنه لا يصبر على الإقامة في المدينة مع بعض المصاعب إلا محبة في النبي، فطالما عنده محبة زائدة بالنبي يبقى هو أهل لشفاعة النبي، ما هو إلا حيقعده هناك ويصبر على على دي إلا الجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فطالما جوار الحبيب هو السبب والدافع له على الإقامة مع الصبر على ذلك يكون النبي له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراز، يعني بيبيع القرز، والقرز ده عبارة عن أشياء تستخدم في دباغ الجلد، يعني حاجات كده مواد تستخدم في ايه في دباغ الجلد. فالقراض هنا يعني بائع القرض. انه سمع ابا عبد الله القراض يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعنه به قال وحدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله، بمثل يعني إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليه. الطاعون اللي هي الأوبئة، يعني الأوبئة الأمراض التي تنتشر انتشار سريع وتكون معدية تسمى طاعون. يبقى الطاعون عند العرب أوسع من الطاعون عند الأطباء. عند الأطباء الطاعون اللي هو البليج، مرض واحد اسمه طاعون بليج، لكن العرب لما يقول طاعون يقصد مرض وبائي معدي. فالإيدز ينفع طاعون عند العرب، فيروس سي ينفع يبقى طاعون عند العرب، الجدري ينفع يبقى طاعون عند العرب، الكوليرا تنفع تبقى طاعون عند العرب. كل مرض وبائي ينتشر انتشار سريع بين الناس ويكون معدي عند العرب اسمه طاعون، كويس. لكن ايه عند الاطباء خلوا بس مرض واحد من الامراض المعدية دي سموه طاعون اللي هو البليج، اللي بينتقل عن طريق براغيث، في هو ميكروب بكتيري بيبقى موجود في دم البرغوث وبينقله البرغوث من الفئران، يعني موجود في دم الفئران. البراغيث تعيش في ايه؟ على جلد البرغوث، على جلد الايه الفأر، تقوم ايه تمتص دمه تتغذى عليه فتاخد معاه الميكروب، تنط البراغيث على الانسان تيجي تمتص دم الانسان فتنقل الميكروب للانسان، فاهم؟ فلما ينتقل الميكروب للانسان يحصل له بقى ايه ارتفاع في الحرارة شديد وتضخم في الغدد الليمفاوية في كل جسمه تحت باطه ورقبته وقيء وتعب شديد في الجسم، ثم بعد ذلك ينتهي بالوفاة، كويس، مع فشل تنفسي وفشل يعني ليه أعراض كثيرة. ده إيه اللي هو البليج اللي هو مات منه كثير من الصحابة. لكن بعد كده انتشرت طواعين أخرى كثيرة، يعني احنا بنقول عليه طاعون العصر دلوقتي الإيدز، وطاعون مصر الان فيروس سي، مش واخد بالك؟ يعني بيختلف من بلد لبلد ومن بيئه لبيئه. فالمدينه بقى لا يدخلها الطاعون، يعني لا ينتشر فيها مرض وبائي ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدجال، المسيح الدجال لا يستطيع ان يدخل مدينتين على وجه الارض، هو مكه والمدينه، لكن يستطيع ان يدخل اي مدينه الا مكه والمدينه. والعجيب ان المسيح الدجال مع خسته يرى الملائكه بعينه اللي بتحرس المدينه، يخاف يخش، يعني من اهل الكشف، بس من اهل الكشف على سبيل الاهانه لا على سبيل الكرامه، فاهم؟
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة، يعني طرقات المدينة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. والعجيب أن مسجد النبي لم يكن لونه أبيض لعصور عديدة إلا حديثا بس لونه أبيض. وفي حديث رأى مروي يقول عندما يأتي الدجال ينظر إلى القصر الأبيض فيقول هذا قصر محمد، يعني كأنه بيوصف المسجد. وما بقاش أبيض إلا اليوم دي، إلا من كام 20-30 سنة 40 سنة، لكن عصور عديدة ما كانش صوره أبيض. فالعجيب يعني إيه، شوف عجائب الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما يحدث. فيعني حتى الجند اللي مع الدجال يقولوا له ندخل هنا، يقول لا، هذا القصر محمد، القصر الأبيض لا أدخلها، عليها ملائكة تمنعني. حتى يقول كده لأتباعه الدجال. بس رواية القصر الأبيض دي مش موجودة في إيه، في البخاري ولا في مسلم، لكن في كتب السنة الأخرى. باب المدينة تنفي شرارها، يعني ما يبقى واحد إيه يعني في قلبه نفاق او في قلبه حقد او غل على المسلمين او شكوك في دين الله لا يروق له الاقامه في المدينه، لا يروق له الاقامه. فباستمرار المدينه تكون مأوى للاولياء والصالحين، هم الذين تروق لهم المدينه. باب المدينه تنفي شرارها. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، لما تفتح يعني البلاد بقى، تفتح الشام وأموالها كتير وأكلها كتير، تفتح مصر وأموالها كتير وأكلها كتير، تفتح العراق أموال كتير وأكلة كتير وأسعار رخيصة، والمدينة أكلها قليل وأسعارها غالية. سنين طويلة عاشت المدينة على هذه الحالة. فيقول إيه، هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها، يعني إعرادا عن المدينة وكراهية فيها، إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وعشان كده قالوا قرب الدجال حترتج المدينة، يعني يحصل فيها زلازل 3 مرات فيخرج منها الناس اللي خايفين على عمرهم، يقوم هم دول اللي يلتقوا بالدجال، والباقيين اللي يصبروا يقعدوا هم دول اللي ينجوا من الدجال عند ايه، عند ظهور الدجال، يعني هيحصل زلزال في المدينة. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. النبي ما كانش يحب يسميها يثرب، لأن جاي من التثريب والعتاب، يثرب جاي من العتاب والتثريب، لكن النبي كان يحب يسميها المدينة. ربنا بيسميها إيه؟ المرجفون في المدينة لئن لم ينتهي الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، فربنا سماها المدينة في القرآن، مش كده برضه؟ لكن ما قالش يثرب في القرآن إلا على لسان المنافقين، يبقى يثرب نطقت في القرآن على لسان المنافقين،
فهمت بقى؟ لكن لما جاءت ايه من الله جاء بلفظ المدينه ولفظ ايه المدخل صدق، سماها مدخل صدق وسماها الدار، والذين تبوأوا الدار والايمان سماها الدار بر في القران، يبقى سماها المدينه وسماها الدار وسماها مدخل الصدق، والنبي سماها طابه وطيبه. فايه المدينه لها اسماء كثيره، لكن يثرب النبي كان يكره ان تسمى يثرب. قال امرت بقريه تاكل القرى، يعني امرت ان اهاجر الى قريه تاكل القرى، يعني تفتح جميع القرى وتنضم اليها وتدين لها. ادي معنى تاكل القرى، او انها تاكل القرى يعني تاكل من القرى، يعني يجبى اليها ثمرات كل شيء، تحتمل المعاني دي كلها. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بايعه على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة حمى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، يعني رد إلي بيعتي. هيرد له الإسلام يعني يقر يعني على الكفر تاني، يقول له أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي رفض. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة، يعني المدينة جاي من الطيب، من طيب اللي هو الطيب اللي هو ما له رائحة جميلة، ومن الطيب اللي هو طيب المعيشة، راحة المعيشة يعني. وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، يعني شوف انت لما تبقى النار تصهر المعدن المعادن كالفضة والذهب والحديد، تقوم يحصل ايه هذا المصهور، يخرج الخبث ويبقى المعدن الخالص. كذلك شدة المدينة تجعل الخبث يخرج ولا يجلس فيها الا المؤمن الخالص، لانه الناس معادن. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة، يبقى طابة وطيبة وطيبة والمدينة والدار ومدخل الصدق، كل دي أسماء للمدينة، أسماءها كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الإقامة فيها وأن يجعل مأوانا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى، ويسر لنا يا ربنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.